السلام عليكم يا أحبابي، أصبحنا وأصبح الملك لله. استيقظت في هذا الصباح والغير باكر، وهذا موسم الحرث، لذلك سأذهب لكي أساعد أهلي في الحرث، وهيا معي. أنا فقط أتمنى أن يكون هبوطا سالما إلى الأسفل. كؤوس وإبريق كما تعلمون. هذا سلقي وهو قوي جدا. سبحان الله، السرعة الخارقة. الفهد والسلقي صمما فقط للسرعة. يجب أن أتناول فطوري بسرعة من أجل عملية الحرث يا أحبابي. سأسكب الحبوب. أتكلم وكأنني شوميشة، ليس بيني وبين الطبخ شيء، لكنني سأتعلم ذلك بإذن الله، فأنا خلوي. باللغة الهيروغليفية الشامية. اللغة الهيروغليفية هي لغة مصرية قديمة، أظن أن شعبنا قد تعلمها. يا أحبابي، هذا هو المولود الجديد. هيا أريد أن أراك. لقد استخدم إليه. إلى الأسفل يا أحبابي. هل استخدم إلى ذلك الماعز الصغير؟ إنه في الأمام، في المقدمة يا أحبابي. أستظل بظل شجرة الأرغان هذه، وهذه نعمة كبيرة، وأيضا لدي الخبز والزيت والشاي. لقد جاء الطائر الأحمر لزيارتنا، انظروا إليه. ماذا تريد يا حبيبي؟ إذا أردت الخبز مثل هذا السلقي الغشاش الذي يريد الخبز وحده فقط فلن تأخذه. أحضر أصدقائك وستحصل على الخبز. هذه يا أحبابي عملية نطر البذور. هذا سيجعل البذور تنمو في أول نزول للمطر. ونعم يا أحبابي، كل هذا فقط بمشيئة الله. نرجو من الله أن يرزقنا الغيت يا أحباب. قد أنهينا عملنا الشاق وسنصعد بإذن الله. لو أنني سقطت لكان ذلك مؤلما. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم يا رب ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم يا رب.